ما هو البحر المسجور الذي أقسم به الله عز وجل في كتابه العزيز؟ ما هو قول جمهور الفقهاء والسلف الصالح في تفسير هذه الآية الكريمة؟ هل من أحاديث قاطعة من السنة النبوية الشريفة في تفسيرها؟ وأخيرا، ما هي المفاجأة التي زلزلت قلوب العلماء مؤخرا مما اكتشفوا وتطابق تماما مع الآية الكريمة؟ تابعوا معنا هذا الموضوع المثير، راجين من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم. فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات. قال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. هناك الكثير من الآيات التي تشهد على قدرة الله عز وجل وعن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ومن هذه الآيات وجود البحر المسجور الذي أقسم الله به في سورة الطور، حيث قال في الآية السادسة: والبحر المسجور. وقد فسر الكثير من المفسرين كلمة مسجور أي مشتعل. والقرآن لو كان صناعة بشرية لم تزج بثقافة عصره، فمنذ 14 قرنا لم يكن لدى إنسان من الحقائق إلا الأساطير والخرافات البعيدة عن الواقع. وإن خلو القرآن من أي من هذه الأساطير يمثل برهانا مؤكدا على أنه كتاب رب العالمين أنزله بقدرته وبعلمه. فقد نقل ابن كثير عن الربيع بن أنس أنه قال: هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله منه المطر الذي تحيا به الأجساد في قبورها يوم معادها، أي أنه بحر من ماء خاص محبوس عند رب العالمين ينزله سبحانه يوم البعث، فينبت كل مخلوق بواسطة هذا الماء من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمهور المفسرين فذهبوا إلى أن المراد بالبحر المسجور هو هذا البحر، بيد أنه مختلف في معنى المسجور. فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا، كقوله تعالى: وإذا البحار سجرت، أي أوقدت وأضرمت فتصير نارا تتأجج محيطة بأهل الموقف، كما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعضهم: إنما سمي البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع، وكذلك البحار يوم القيامة. البحر المسجور هو البحر المشتعل، وهذه حقيقة علمية أبهرت الكثير من العلماء، إذ كيف تجتمع النار والماء في مكان واحد؟ قد اكتشف العلماء مؤخرا أن في الغلاف الصخري شقوق، بل شبكة من الصدوع العميقة المحيطة بالأرضية إحاطة كاملة، تكثر في البحار والمحيطات وتقل في اليابسة. وقد اكتشف حديثا أن الأرض التي نحيا عليها لها غلاف صخري خارجي، هذا الغلاف ممزق بشبكة هائلة من الصدوع تمتد لمئات من الكيلومترات طولا وعرضا، بعمق يتراوح ما بين 65 و150 كيلومتر طولا وعرضا. ومن الغريب أن هذه الصدوع مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا يجعلها كأنها صدع واحد، ويقسم الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: والأرض ذات الصدع. ولكن قد يتساءل المرء عن سر وجود هذه الصدوع، ولماذا جعل الله الأرض متصدعة في معظم أجزائها؟ إن الجواب عن ذلك بسيط، فلولا هذه الصدوع ولو كانت القشرة الأرضية كتلة واحدة لا شقوق فيها لحبس الضغط تحتها بفعل الحرارة والحركة، وأدى ذلك إلى تحطم هذه القشرة وانعدام الحياة. وروى الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 3 مرات يستأذن الله أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سأله رجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال له: البحر. فقال: ما أراك إلا صادقا. فتلا رضي الله عنه الآية الكريمة: والبحر المسجور وإذا البحار سجرت. وقد أدى هذا النشاط تحت الماء إلى تكون العديد من السلاسل الجبلية ذات الصخور البركانية في المحيطات، مثل جزر أندونيسيا والفلبين وماليزيا وغيرها. ليس هذا وحسب، بل إن هذه الحمم تحتوي في تركيبها على الماء، أي أن هناك ماء تحت هذه الطبقة الأرضية المسجرة بالنار، وبهذا تكون النار متوسطة بين طبقتين مائيتين، فسبحان الخالق العظيم. ولا يوجد مكان معين، فهو ليس بحر بعينه يشتعل، ولكنها أحد الظواهر الطبيعية التي قد تحدث في جميع البحار والمحيطات الموجودة على سطح الأرض،
حيث يوجد في جميع قيعان البحار شقوق تتدفق منها نوع من الحجارة المنصهرة والتي لها درجات حرارة مرتفعة جدا لا تستطيع المياه أن تطفئها. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.